هشرح فيه حاجه كده. اول اسلوب من اساليب الغش والكلام ده في تي دي ام ليه؟ لان هو بيخلي البنج مثلا 200 او 300، لازم تفضل كده. بس حبيبي بي بي ان، حتى انت يا كاودا صغنونه انت بتشغل بي بي ان العالم كله. السلام عليكم يا جدعان، ده فيديو سريع مش هطول فيه، بس هشرح فيه حاجه كده. اول اسلوب من اساليب الغش والكلام ده في تي دي ام حاجه منتشره جدا الفتره دي، حبيت اعرف الناس ايه هي. بس خش تريننج كده، خش تريننج وهلاعب واحد روم مشغل في بي ان وتشوفوا المنظر بتاع الكلام ده والفعل. قبل ما ابدا كده بس اعملوا لايك وفولو بالسريع عشان بعد كده هنزل شرح لكذا حاجه في المستودع بالتدريب كده كده. لو انت حابب تبقى اسطوره في المستودع فاعمل فولو لايك واتفرج. 1 hour later. البي بي ان بيعمل ايه؟ بصوا يا جدعان، لو انا بضرب على حد هنا ماشي، بقى خلينا نشغل دي. بصوا يا جدعان، لو انا بضرب على حد هنا ماشي، المفروض ان الحد ده مثلا الطلق عشان يروح له بيبقى هو في المنطقه دي كده ماشي. مش عارف اللي بتقطع ليه دلوقتي بس قشطه يعني ماشي. البي بي ان بقى لو انت بتضرب على حد هنا انت ماشي معاه كده، فهو الشخصيه بتاعته ما بتاخدش الطلق من هنا، بتاخد الطلق من وراها، يعني لازم تفضل ماشي وراها بحبه كده كده بالظبط، زي ايدي كده بالظبط ماشي. ليه؟ لان هو بيخلي البنج مثلا 200 او 300، لازم تفضل كده وراها فاهم، مش قدامها، ده الفي بي ان. فبيخلي الطلق انت شايف الشخصيه قدامك تضرب فيها طلق ما بتحسبش، فالشخصيه قدامك انت عمال تضرب فيها طلق ما بتحسبش. ليه بقى؟ لان انت هو اصلا السيرفر مش عارف ان هو هنا بتضرب، انت بتضرب على لا شيء، حاجه مش موجوده اصلا انت بتضرب عليها، عمره ما هيتدمج، عمره ما هتحسب دمج فيه، غير لو انت بقى ايه ضربته قدام. فده يعتبر اسلوب غش كبير جدا، لان هو بيعمل تليبورت وبيخلي الشخص اللي قدامك انت مش عارف هو مكانه فين دلوقتي، وبيضيع لك الطلق، يعني مهما تضرب فيه ومهما تعمل الكلام ده كله ما بيتحسبش فيه، لان هو زي ما قلت لك هو بيبقى اصلا السيرفر معترف بيه وراه. يعني انت مثلا ده مش عارف، فلو حد قدامك بيقعد يعمل تليبورت كده والكلام ده اديله الناحو وقول له ايه، قول له انت نتك مش مظبوط، لما نتك يتعدل يا حبيبي نلعب مع بعض، ما فيهاش حاجه، اخرج من الروم عادي. مش عايزين نظلم كل الناس، في ناس بيبقى نتها فعلا وحش، بس في ناس يعني المعظم بتاع اللي بيعملوا الحركه دي بيبقوا مشغلين في بي ان وفاكرين ان هم كده شاطرين. والله انا جربته قبل كده، ممكن ابقى اعمل له فيديو تاني انا بجرب الفي بي ان، بس المشكله لو انت استخدمت الفي بي ان لعبك كله بيتقلب غريب، يعني انت بتبقى متعود تتحرك حركات غريبه والكلام ده، هو كده انت جامد يعني. ورب تكونوا فهمتوا الشرح. فانا هلاعب دلوقتي واحد مشغل في بي ان، ودلوقتي بقى انا هوريكم الروم لما لعب ضد واحد معاه في بي ان ومشغل في بي ان، تشوفوا ايه اللي بيحصل وايه اللي بيحصل قدام عينك عشان تبقى عارف حركاته والكلام ده. جاهزين؟ صلى الله على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، اعملوا لايك للفيديو، يلا بينا. بس حبيبي بي ان، حتى انت يا كاودا صغنونه انت بتشغل بي ان، العيال كلهم كده بيشغلوا بي ان. ده بي بي ان على ابوه، ده بي بي ان على ابوه، فاهم بي بي ان غلط. ماشي انا بس هكمل معاك التمثيليه، عامل بي بي ان على هند او مش نفع كده، بس في الاول ناخد ثقه. بص في بي ان، بص ده في بي ان يا جدعان، بص ترى ما بيجيش ازاي، ده في بي ان اديله 30 كمان، هو فاكر ان هو كده جامد ولعيب بقى وعراقي بقى فاهم اصلا. بص وكل يعني ترى يلبس جوه الكفر. بص هو ضرب بينا هنا وكده فاهم ان انا شادد فاهم، انا لو شادد مش هخليه يجيب كلاية، بس انا عايز كلايتين كمان. بس زي ما انا خليه يسخن، خليه يسخن. بص بص يا اسطى، انا كده وانا بتحرك زي البتات يا اسطى. استنى استنى شو اقول له على الحوار انت تشوف هيقول ايه. بقول لك قائد تسمعني؟ هو النت، هو انت النت عندك ماله؟ النت عندك بيقطع ليه؟ ايه الصراحة انا ضعيف النت. النت ضعيف ماشي. ماشي نكمل يلا. ربنا يسامحك، كانت ضعيف والله، فريت من سوق الهطل يا اسطى.
ابني هقتلك يا ابني يا ابني هقتلني يا ابني هقتلك. ستر يا رب انا كده مش بعيد. الحركة دي بلوك انا هلعبه سنجل. خلي بس يجيب ست كده كده وابدأ بقى اتحول عليه. Two hours later. Dean is in the lead. مش عيب من بعد كده. يلا بقى العبوا لعبة بجد. Killing spree for the blue team. ده النت الضعيف بقى. ده النت الضعيف. بي بي ان. في الدوج ما تجيبش بيطال. لكن في الخطف مش هشوفك اصلا. بصوا بصوا اتحرك ازاي. بصوا طلعت دي وما اتحسبش. عادي يا اسطى ما هي دي بيبقى كده من على النت فاهم. Expired. فاهم؟ Reloading. Cover me. بص يطلع مره واحده سبيد كده مره واحده. اوبا. ده مش مع الريت. ده في بي ان اخر. بص هيجيب الدرج هنا. بص طل بص طل بلبس فيه صعوبة. هو بقى كل واحد وشطرت بقى في استخدامه. هيجيب تموت اسرع برضه. بقول لك يا قائد بقول لك انت ليه مش... انت ليه مش... ليه مفعل في بي ان ليه مشغل في بي ان ما تعرفش في بي ان تاني يا اسطى.